السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هناخد موقع ربح مال مصداقيته moneycar.biz. الموقع ده زي ما انتم شايفين هنسجل فيه، هنضغط على تحقق فيه، سيبلك رابط الموقع في الوصف اسفل الفيديو. بعد كده تسجيل سهل جدا، هتقول تسجيل للدخول الخاص بيك وبريدك الالكتروني، بعد كده كلمة المرور، وبعد كده بتكرر كلمة المرور واكتب محفظة بايير وبتعمل علامة الصح دي وتعمل علامة الصح دي. انا نست برنامج روبوت وتقول له سجل الان، انا عندي حساب، هضغط على لوج ان. او بعد ما دخلنا اول حاجة بتشوفها الرصيد الخاص بيك للسحب، ده رصيد السحب وده رصيد المشتريات. هو بيديك 16000 نقطة فضية تشتري بيها عربيات، العربيات دي بتجيب لك فلوس. ده عبارة عن موقع تعدين يا جماعة، موقع تعدين روبل. قال لحد اللي سحب فيه 1 روبل او 100 نقطة من الموقع. خلاص، طيب دلوقتي انت بتشتري ازاي السيارات؟ انت اول ما بتخش على الموقع بتخش بالشكل ده، هتضغط على شراء سيارة، بعد كده بتجيب 3 من ام 5000، يبقى 3 في 5 و15000، وتجيب واحدة من ام 1000 من العربية دي الصفراء، يبقى كده 16000. خلاص، بعد كده بعدها بيوم او يومين تقول له جمع العملات المعدنية زي ما انتم شايفين، وبتقول له تبادل. تنزل تحت بتلاقي الرصيد زاد، بقى 24، كان 4 دلوقتي بقى 24. هو بيقسم الاجمالي الدخل 50% للسحب و50% للشراء للمشتريات. 50% رصيد السحب اللي انت بتسحبه بالفعل على محفظة بايير، و50% للشراء ده اللي انت بتشتري بعد كده سيارات. عشان تشحن، عشان تسحب الفلوس هتقول له دفع النظام، وبعد كده بتكتب المبلغ اللي انت عايزه بالنقط مش بالروبل. انا عندي مثلا 24 نقطة، فانا هكتب 24، وعند 24 ونص هكتب 24 بس. بعد كده بقول له دفع النظام. زي ما انتم شايفين بقى، شوف هيقول ايه، بيقول المدفوعات متاحة فقط، يقول لك الذين تتجاوز تعبئة رصيدهم 150 روبل فقط. يعني بيقول لك عايز تشحن 150 روبل، يعني تقريبا دولار وثلاث ارباع، دولار و60 سنت او 70 سنت، يعني قول 2 دولار عشان بس انه يسحب لك الفلوس الخاصة بيه. طبعا الموقع كده يبقى مش مظبوط، ما دام طلب منك انك انت تشحن فلوس قبل ما انت تسحب يبقى الموقع مش مظبوط. عشان أكد لك كلامي هتدخل على ده موقع بيشاك على جميع المواقع الخاصة بروح المال أو المشتريات، اسمه سكام أدفايزر. أنا عملت تشيك عليه، بيقول لي مدى ثقة الموقع 35%. دي حاجة. الحاجة التانية، الموقع ليه ميزة واحدة بس، إن هو فيه شهادة SSL. العيوب، صاحب الموقع أو مالك الموقع بيخفي هويته، هوية مدفوعة بفلوس مدفوعة. عمر الموقع صغير جدا، وعلى الرغم من كده ترتيبه في أليكسا زي ما انتم شايفين 191,000، يعني ترتيب كويس لحد ما. معنى كده إن في ترافيك عالي جدا عليه في فتره صغيره، فالموقع كده يبقى مشبوه. ثالث حاجه، السيرفر اللي فيه الموقع ده عنده ريفيوهات كتير جدا قليله نفس السيرفر ده، فطبعا يبقى الموقع ده يبقى غير موثوق فيه، ما انصحش ان اي حد يشتغل فيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل اعجاب الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.